من بعد غياب فترة طويلة عن صفحتها في إنستغرام. أدل كانت ترند وورلد وايد وكمان كانت في مصر والسعودية من بعد ما نشرت صورة جديدة ببلاك دريس من مجموعة إلزينجا. بانت طبعا فيها بوضوح إنها خسرت وزن كبير جدا وبقت very skinny، وشكرت في التعليق كل الناس اللي تمنوا لها طبعا عيد ميلاد سعيد بمناسبة ذكرى عيد ميلادها ال 32، وتمنت طبعا إن هما كمان يكونوا بخير. واستغلت أدل الفرصة دي علشان تشكر كل العاملين في الخطوط الأمامية في مواجهة الفيروس، واللي وصفتهم بالملائكة علشان بيضحوا بحياتهم في سبيل باقي الناس. طبعا الصورة صار عليها وايد تفاعل من الناس، والتعليق المشترك بين الأغلب أن أديل في هذه الصورة ما تشبه نفسها أبدا، وأصلا ما كانوا بيعرفونها أنها هي، لو ما هي أصلا نفسها حطت الصورة، وإذا شافوها في مكان ما بيميزون أن هذه أديل. ولكن مش بس الناس العاديين تفاعلوا مع الصورة، أيضا وايد نجوم سووا لايك، من ضمنهم مرايا كيري، ليلي بونز، ميشيل بفايفر، كريسي تيغن اللي علقت لها بما معناه أكيد تمزحين. أما صديقتها المقربة لورن زوجة آرن بول فنشرت صورة لهم مع صديقاتهم نيكول ريتشي جددايا جينكيز من رحلة اجتمعوا فيها في لاس فيغاس من كم شهر، وعايدتها بكلمات مؤثرة. هلا بتعرفوا أديل يعني ولا مرة حكيت عن موضوع ضعفها هي بنفسها، صح، ولا قالت شيء عنه نهائيا، بس يعني كمان وهي كمان ولا مرة نزلت صورة بنفسها من بعد خسارة وزنها. اللي انتشروا قبل كانوا من الباباراتزي، بس الواضح انه من بعد طلاقها من زوجها سايمون كونسكي اللي كلفتها تسوية مبلغ ضخم، قررت تغير ستايل حياتها وتتبع نظام دايت صحي بالإضافة لتمارين البيلاتس. هلأ كمان الناس استغلوا فرصة نشاط أديل على صفحتها حتى يسألوها عن موعد نزول ألبومها الجديد، من ضمنه الصفحة الرسمية لأوبرا ماجازين اللي علقت لها بأنه لازم هديتنا لذكرى ميلادك 32 تكون أديل 2020 ألبوم، صحيح؟ صحيح. بس لحظة خلونا نرجع إلى نقطة بليز، أنا عندي فضول قاتل، هل متوقعين إنه فعلًا بس دايت وبيلاتس؟ أنا أسوي بيلاتس، البيلاتس ما يسوي شيء الجسم إذا أنتم ما سويتوا عملية، فشكلها مسوي عملية وما تبى تقول حق حد. اعترفي أديل عاملة عملية ولا أي حون؟ أديل تتابعنا. هي تعترف على عملية. أديل أنت عاملة عملية ولا؟ ولا ما تستغرب تكون عم بتابعنا. لازم اعترفي على عملية واعترفي على ألبوم كمان. هي قبل كده أوردي كانت قالت إن الألبوم المفروض هينزل في شهر سبتمبر، وأوردي ناس تبدأ تخمن فعلًا الاسم هيكون إيه أو عنوان الألبوم هيكون إيه. هي طبعا كتبت في نهايه البوست لو انتم شفتوا كتبت أديل 2020 وشكرت وقالت 2020 اوك باي ثانكس، فكان واضح من الصوره الناس تقول انه يمكن يكون ده عنوان الالبوم.